أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فعوذ للشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي في رحبه تحيو الحياة شوقا إلى المولى أحياي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وقولوا لله أعلنت الرجوع آياته تبدو أنزل ربي القرآن يرى للناس وتبيان.